الاتحاد العالمي للمعاقين يدعو كافة المصلين في المساجد بعدم وضع أحذيتهم على المنحدر المخصص لصعود ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة، حيث أنهم بذلك يعيقون حركة ذوي الإعاقة الذين رغم إعاقتهم حضروا للمسجد لتأدية صلاتهم مثل أقرانهم. إزالة الأحذية عن المنحدر المخصص لصعود ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة. يجعل دخولهم للمسجد أكثر سهولة ويسر.